في المثال اللي قدامنا ده احنا بنقول اول حاجة ان السبرينج اول ما علقنا فيه قاس 15 قدم واربعة انش. اقول له استنى بقى، 15 قدم واربعة انش وهو اصلا كان متحرك كام؟ كنا محركينه من الاول حوالي 10 قدم، يبقى الفرق بين ده وبين ده حوالي 5 قدم واربعة انش. 5 قدم واربعة انش حولناهم يطلعوا تقريبا بكام؟ ب16 على 3 قدم. طب ما انا عندي الوزن هتساوي ك في 16 على 3، يبقى من هنا اقدر احسب مين قيمة الك. وكمان انت بتقول لي ان الدامبنج فورس الرقم ده اللي هو 5 على 2، الرقم ده فيه غلطة بس ما كتابية، ده رقم 5 على 2. الدامبنج فورس اللي هي مين؟ اللي هي الكونستانت بي اللي في المعادلة. طيب ما انا هديك كمان الدامبنج فورس هنا البي ب5 على الاتنين. طب فاضل نجيب الماس عشان نعرف نعوض في المعادلة بتاعت ام اكس دبل دوت. طب ما انت مديني الوزن ب16، طب ما نقسمه على عجلة الجاذبية اللي ب32 عشان اجيب مين؟ الماس. يبقى الماس بتاعتي تطلع بتساوي نص. طب ما نرجع كده للمعادلة اللي فاتت. المعادلة اللي فاتت دي كانت بتقول ايه؟ بص كده، احنا كنا محتاجين فيها البي والام والكي. طب ما احنا كلهم موجودين عندنا صح؟ الام موجودة الام جبناها بنص، البي جايبينها بكام؟ بخمسة على الاتنين، والكي احنا حسبناها بتلاتة. طب ما نعوض ده بنص وده بخمسة على الاتنين وده بتلاتة ونشوف المعادلة كلها نعوض نقسم نعوض بيها للايه بالارقام دي. يطلع لنا ان المعادلة النهائية بتاعتنا ان اكس دبل داش زائد خمسة اكس داش زائد 6 اكس تساوي صفر. طب ما دي معادله هوموجينيس، اقدر احلها باستخدام الايه؟ الطريقه الكاركترستيك بتاعتي، كاركترستيك ايكويشن، ار تربيع زائد 5 ار زائد 6 بتساوي صفر. يطلع ان الجذور بتاعتي مميزه، اللي هي تطلع ان الجذور سالب 2 وسالب 3، يبقى ثابت في اس ناقص 2 تي زائد ثابت في اس ناقص 3 تي، يبقى انا كده جبت الحل. بس لحظه واحده، ما تنساش ان الحل ده واحنا شغالين احنا كنا عارفين ان احنا ايه؟ دامبنج فورس، فانا متاكد ان الجذور تطلع حقيقيه مختلفين عن بعض. طب ايه رايك انا بقى عاوز اوجد البوزيشن لما اتحرك بعد 10 ثواني. بعد 10 ثواني يعني لما تي ب 10. طب ما تيجي نعوض هنا بالانيشال كونديشن الاول. احنا عارفين احنا بدايه هنبدا من كام؟ كنا واقفين عند ال 10، يبقى لما تي ب 0 لما تي ب 0 كانت الاكس الاول حاجه احنا اتفقنا ده خط الارض بالنسبه لنا، كانت الاكس عند النقطه دي بزيرو اللي هي اصلا احنا عارفينها 10 بس احنا طرحناها من الرقم ده، يبقى ده كان بالنسبه لنا الايه؟ الارض. يبقى لما تي بصفر الاكس بصفر. طب وفي نفس الوقت السرعه الابتدائيه لما تي بصفر احنا بدانا لقينا ان السرعه ساعتها في الوقت ده بكام؟ بسالب 5. السرعه الابتدائيه بسالب 5 دي جيفن في المساله. طب ما يلا نعوض، هات اكس داش من هنا نتفاضل دوت، يبقى سي واحد في اي اس سالب اتنين تي في تفاضل سالب اتنين تي بسالب اتنين زائد سي اتنين في اي اس ناقص تلاتة تي في تفاضل سالب تلاتة تي بسالب تلاتة، وتفاضل الاكس باكس داش. طب ما نعوض التي بصفر، يطلع لنا الكلام دوت ايه؟ يطلع فيه علاقة بين الثوابت ما بين المعادلة دي والمعادلة دي، ويطلع ان الاكس اوف تي هتساوي سالب خمسة اي اس ناقص اتنين تي زائد 5 في اي اس ناقص 3 تي. طيب يبقى انا كده جبت الاكس. طب بمجرد ان انا جبت الاكس لو حطيت التي ب 10 يبقى انا كمان جبت الاكس لما التي بتساوي 10. طيب عاوز تجيب السرعه؟ طيب ماشي، فاضل الاكس اللي انت جبتها اكس اوف تي فاضلها، تجيب اكس داش وعوض برضو فيها التي ب 10 عشان اجيب الايه؟ الفيلوسيتي بتاعتها. يبقى احنا كده خدنا ابلكيشنز على السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. طبعا انا اشتغلت بس على الحاله اللي هي الايه؟ الحالة اللي هي الدامبت. كان ممكن اشتغل على الحالة كمان التانية اللي هي الاوفر دامبت. هتتميز بايه؟ بان الارقام بتاعت البي والام والكي هل هتخلي المعادلة بتاعتي تطلع لي جذور حقيقية ولا هتطلع لي جذور تخيلية ولا هتطلع لي جذور مكررة؟ مش هتختلف معانا غير في كده. يبقى في كمان كريتيكال دامبت خلاص، وفي الحالة دي هيطلع ان الجذور الاتنين متساويين، يبقى انا عندي دامبد واوفر دامبد وكريتيكال دامبد، ثلاث حالات حسب قيمه الام والكي والبي نقدر نعوض ونطلعهم. في المثال اللي قدامنا ده 1 كيلوجرام ستريتشز 20 سنتيمتر سبرينج.
السيستم از اتاتشد تو داشبورد ذات امبارت دامينج فورس، يبقى دي مين؟ دي البي ب 14 والماس ب 1 كيلو جرام. طب ما تعوض في المعادله التفاضليه بتاعت الدامبر، يبقى ام اكس دبل دوت الام ب 1 يبقى اكس دبل دوت زائد بي اكس دوت 14 اكس دوت زائد الكي في الاكس. طب هي الكي بكام؟ مش عارفين الكي، يبقى لازم نحسب قيمه الكي. طب ما انا عارف ان ها ام جي تساوي كي في الاكس، والاكس هنا ب 20 سنتيمتر يعني ب 2 من 10. طب من هنا نقدر نحسب الكي، تطلع الكي ب 49. نوجد الجذور بتاعه الكاركترستيك ايكويشن دي، يطلع الجذور هما الاثنين ايه؟ نفس الجذر. يبقى نطلع الجذور، تطلع الجذور مكرره وبتساوي سالب 7. اقول له خلاص يبقى ثابت في اي اس ناقص 7 تي زائد ثابت تي في اي اس ناقص 7 تي. يبقى انا كده وجدت الحل، اقدر اعوض باي انيشال كونديشن. هو قال لي بعد كده اوجد الايكويشن اوف موشن بتاعتها. وجدنا الايكويشن اوف موشن خلاص. If the mass is released from equilibrium with an upward velocity، اتحركت من الإكوليبريم من عند النقطة اللي بدأنا منها، ها يعني لما التي بصفر بدأنا من الريست، يبقى كانت الإكس بصفر. الإكوليبريم upward velocity يبقى السرعة الابتدائية كانت بتلاتة، يبقى أقول له لما الإكس داش أوف زيرو وأنا بتحرك لفوق يبقى بنيجاتيف 3. يبقى طبعا عندي شرطين أقدر أحسب منهم مين ومين، سي واحد وسي اتنين. يبقى انا كده جبت الحل بتاع الايه، بتاع الجزئيه دي. يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده تماما اللي هو التطبيقات بتاعه الديفرنشال ايكويشن. حللنا من شويه الديفرنشال ايكويشن باستخدام الكاركترستيك سوليوشن والبارتيكولار سوليوشن اذا كانت نون هوموجينيوس. دلوقتي بقى هنستخدم طريقه ثانيه اسمها لابلاس ترانسفورم، في ازاي ان انا اقدر تساعدني في ان انا احل الديفرنشال ايكويشن. لابلاس ترانسفورم دي عباره عن تحويله، بحول من تايم دومين الى الفريكوانسي دومين او الاس دومين. ازاي؟ بقول له هل لو جبت اي داله اف اوف تي عاوز اجيب لها اللابلاس، يبقى هي عباره عن تكامل من صفر لما لا نهايه الداله اللي انا اديتها لك في اي اس ناقص اس تي دي تي، يبقى اف اوف تي في اي اس ناقص اس تي دي تي. يبقى دي كده تعريف اللابلاس ترانسفورم، واقدر اطبق عليها اكتر من طرق مساله. تعالى مثلا نشوف اول مساله عندنا. ايه رايك لو اف اوف تي بتساوي كونستانت؟ لو اف اوف تي بتساوي كونستانت يبقى على طول يبقى لابلاس ترانسفورم بتاع اي كونستانت بتساوي مباشره بقى ايه على اس. احسب التكامل كده براحتك وفي الاخر هتلاقيه بايه على اس، وانا هستخدم الطريقه النهائيه على طول. طب لابلاس ترانسفورم بتاع الاكسبوننشال هلاقيه بتساوي هنا كام؟ بوزيتيف كي، يبقى واحد على اس ناقص كي. طب لو كانت الكي بالنيجاتيف يبقى كانت هتبقى اس زائد الكي، يبقى واحد على اس ناقص كي. يبقى لو الكي بتلاتة يبقى هنا واحد على اس ناقص تلاتة، لو الكي بسالب واحد يبقى واحد على اس زائد واحد. طب لو لقيت لابلاس ترانسفورم عاوز اجيبه للتي اس ان، استخدم القانون الاقي ان لابلاس ترانسفورم للتي اس ان بدون ما ادخل في التكاملات بتاعته مضروب ال n على s اس n زائد 1. لابلاس ترانسفورم ال t اس n هتساوي مضروب ال n على s اس n زائد 1. طبعا هنا لابلاس ترانسفورم ال t تكعيب يبقى ال n بكام؟ ب 3. لابلاس ترانسفورم ال n تربيع يبقى ال n ب 2. يبقى لو حبيت اجيب لابلاس ترانسفورم ال t تكعيب زائد e اس 4 t، ال t تكعيب القانون بتاعها لسه عندي اللي هي مضروب 3 على s اس 4، والاكسبوننشال دي واحد على اس دي 4 يبقى ناقص 4. يبقى انا جبت اللابلاس ترانسفورم في التايم دومين ده. طب 7 زائد تي اس 8 زائد اي اس ناقص 5 تي، اجيب كل واحده لوحدها. لابلاس ال7 ب7 على اس، لابلاس تي اس 8 يبقى مضروب 8 على اس اس 9، والاكسبوننشال 1 على اس زائد 5 عكس الاشاره اللي فوق. لو كانت موجب 4 يبقى ناقص 4، لو كانت سالب 5 تبقى موجب 5. طب انا عندي بقى الجدول اهو اللي انت هتحفظه او ان انت هيبقى معاك اثناء الايه المسائل ما بتجيلك. لو لقيت لابلاس لاي ثابت قول لي واحد على اس، لابلاس التي بواحد على اس تربيع، والتي تربيع مضروب 2 على تي تكعيب، ومضروب تي اس ان بمضروب ان على اس اس ان زائد 1، والاكسبوننشال 1 على اس ناقص ايه 5 مالكش دعوه بيها بتاعت الجامع لان انت ما خدتش الجامع فانكشن اللي هي سبيشال فانكشن. لو لقيت ساين وكوزين، الكوزين بإس على إس سكوير زائد أوميجا سكوير،
والساين أوميجا تي بأوميجا على إس سكوير زائد أوميجا سكوير. في كمان كوشاين، شاين إكسبونينشال مع الكوزاين وإكسبونينشال مع الساين، يعني شوية ديفينيشن. أنا هركز على الحاجات اللي هي فيها التي سكوير، فيها الساين والكوزاين مش أكتر من كده. طيب تعال نكمل كده. زي ما في لابلاس في كمان انفرس لابلاس. ما انا دلوقتي انا همسك المعادله بتاعتي احولها لابلاس ترانسفورم، اطلع الحل واروح مرجعها تاني في التايم دومين، يبقى انا محتاج اعرف مين الانفرس لابلاس ترانسفورم. وده قانونه الانفرس كان احنا بنعكس من الجدول. لو طلعت لي واحد على اس يبقى بتقول بكام؟ بواحد. واحد على اس ناقص 2 زائد 2 يبقى اي اس ناقص ما اي اس ناقص 2 تي وهكذا. يعني لو مثلا عاوز اجيب لابلاس ماينس 1 بتاع رقم زي ده اقول خلاص تعالى نجزئه، اس على اللي تحت زائد 4 على في 1 على اس سكوير زائد 9. دول على شكل مين؟ دول شكل الساين والكوزاين. دول كده في الجدول شكل الساين والايه والكوزاين. لو تفتكر لابلاس الساين باوميجا على اس سكوير زائد اوميجا سكوير، ولابلاس الكوزاين باس على اس سكوير زائد اوميجا سكوير. ده مظبوط، اس على اس سكوير زائد اوميجا سكوير، يبقى الاوميجا هنا بتلاتة، يبقى دوت لابلاس كوزاين اوميجا تي. يبقى انا هشيل ده واكتب مكانه كوزاين تلاتة تي، يبقى الترم ده هنكتب مكانه ايه؟ كوزاين تلاتة تي. اما ده اربعة في واحد على اس تربيع زائد تسعة، طب ما هو ده اللي هو اللي فوق محتاج اوميجا، والاوميجا بتلاتة، يبقى انا محتاج اضرب فوق في تلاتة واقسم على تلاتة، يبقى اربعة على تلاتة وتلاتة على اس تربيع زائد تسعة اللي هي تبقى ساين اوميجا تي، تبقى اربعة على تلاتة ساين اوميجا تلاتة تي. يبقى احنا كده وجدنا ده وخلصناه. تعال نشوف واحدة تانية، لابلاس ماينس وان للدالتين دول. هفترض ان الحل طلع لي كده وانا عاوز اجيب انفرس لابلاس عشان اخليه للطيب، اقول له اس تكعيب، يبقى انا محتاج مضروب اتنين فوق عشان يبقى ده خاص بمين؟ بالتي تربيع. يبقى لو ضربت ده حطيت هنا مضروب 2 وقسمت على مضروب 2 اللي هي ايه ب 2، يبقى ده كده هيبقى بالشكل ده، وده اللي هو لابلاس بتاع مين؟ ده اصلا لابلاس بتاع تي تربيع، يبقى ده هيطلع لنا 1 على مضروب 2 في التي تربيع. طب واس تربيع ناقص 3 وهنا فيها 4، استنى اس تربيع وناقص او زائد، يبقى ده على طول نقدر نكتبه في الشكل ده، واحد على اس تربيع، خدت الأربعة بره عامل مشترك، اس تربيع ناقص تلاتة. طب ما مش ده في ثابت فوق، ما تخلي دي أوميجا تربيع ودي تبقى أوميجا، يبقى لو دي سالب تلاتة تبقى دي كام؟ جذر تلاتة. بس هنا الفرق دي زائد الناقص اللي هي هتبقى مين؟ تبقى شاين. طب أنا بقى خطوات حل. اول حاجه المفروض ان انا هديك البروبلم في، او انت هتوجد البروبلم في التي سبيس في التايم سبيس، هتروح محولها للاس سبيس، وبعد كده تحولها توضب السوليوشن بتاع الواي كداله في الاس، وبعدين توجد الانفرس سوليوشن عشان تجيبه بدلاله التايم. يعني مثلا واي دبل داش ناقص واي بتساوي تي، اروح محول الواي دبل داش. طبعا ما تنساش انك لازم تستخدم مين؟ الانيشال كونديشن واي دبل داش، وعندي الواي داش كمان. طبعا عشان اجيب الواي دبل داش هحتاج معاها الواي داش، هتساوي اس سكوير ناقص واحد ناقص الواي داش في الواي، والتي هي عبارة عن واحد على اس سكوير، التي بواحد على اس سكوير، والاس زائد واحد اللي هي ايه تفصيل، هنعرف دلوقتي هنحولها ازاي. اروح جاي من هنا جايب الواي بدلالة الاس، واروح عامل الانفرس سوليوشن في التايم، يبقى انا كده جبت الواي داله في التايم، ودي تبقى طريقه تانية نحل بيها. ما تنساش بقى لو بجيب اللابلاس للفانكشن اللي عامل لها ديريفاتيف للاف داش، يبقى هتقول لي اس في اف اوف اس ناقص اف اوف 0، يبقى اس اف اوف اس ناقص اف اوف 0. طب ولو بجيب للاف دبل داش، يبقى اس تربيع اف اوف اس ناقص اس اف اوف 0 ناقص اف داش اوف 0، وده اللي احنا عملناه في البروبلم اللي فات. طب المشتقه للثالثه مش محتاجينها، بس هي برضه موجوده قدامك، بس انا مش هجيب غير المشتقه الاولى والمشتقه الايه الثانيه. طب ما تيجي نطبق الكلام ده في مثال، واي دبل داش زائد 4 واي داش زائد 3 واي تساوي 6 اي اس ناقص 3 دي.
المسألة دي احنا كنا حلينها من شوية، بس لازم عشان احلها بلابلاس اعرف الانيشال كونديشن بكام. واي اوف زيرو بواحد وواي داش اوف زيرو بنيجاتيف تو. طب ما يلا نعوض، كنا زمان بنجيب الكاركترستيك سوليوشن والبارتيكولار سوليوشن بجمعهم على بعض. المرة دي بقى هنحل باستخدام لابلاس، اقول له خلاص تعال نجيب لابلاس الواي دبل داش، مش الواي دبل داش اللي هي المشتقة التانية، يبقى اس تربيع في الواي ناقص اس في واي اوف صفر ناقص واي داش اوف زيرو. طب ما احنا عندنا كل ده اهي، اس تربيع في الواي ناقص اس واي اوف زيرو ناقص واي داش اوف زيرو، عوضت طلعت لي اس تربيع واي ناقص اس زائد اتنين. طب ولابلاس الواي داش نرجع ولا اربعة، واي داش باس في الواي ناقص واي اوف صفر، والتلاتة واي بتلاتة كأنها لابلاس التلاتة واي اوف اس تساوي لابلاس اي اس ناقص تلاتة تي بواحد على اس زائد تلاتة او ستة على اس زائد تلاتة. طب ما نعوض بقى في المعادلة النهائية دي بالارقام اللي طلعت لنا دي كلها عشان اجيب الواي، يطلع ان الواي هتساوي الشكل ده كله مضروب، ده طبعا مضروب في الواي نقسم عليه، يطلع ان هو ده مين الواي، نوزع ده اس زائد 3 مع اس زائد 3، يبقى اذا الواي نقدر نطلعها بالشكل ده هتساوي اس تربيع زائد 5 اس زائد 12 على اس زائد 3 تربيع في اس زائد 1. اذا وصلت للشكل ده فده بالنسبة لنا ممتاز، وساعتها انا ممكن اديك الشكل الفكة النهائية. لو وصلت للشكل ده استخدم الرول دي على طول في انك تطلع الايه الحل باستخدام طريقة اللي هي البارشال فراكشن. يبقى احنا كده نقدر اي معادلة نحلها، طبعا لو ان انا اديت لك الاي والبي والسي يبقى تقدر تعوض على طول وتطلع الايه الحل بتاعتك. يبقى الانفرس بقى طلعت الواي اوف اس بالشكل ده. طب استنى، ده عبارة عن مين؟ ده الانفرس اللابلاس بتاع مين عشان احولها للتايم؟ اي اس ناقص 3 تي، ده كده اي اس ناقص 3 تي، وده اللي هو الساين. يبقى ده عبارة عن، وادي الاوميجا وادي الاوميجا موجودة، يبقى عبارة بس ده ايه، ده متفاضل مرتين، يبقى كأنه اكسبوننشال وتفاضل مرة، يبقى اي اس ناقص 3 تي في تي. الثانية 2 على اس زائد 1 يبقى 2 اي اس ناقص تي. يبقى انا كده جبت الواي اوف تي خلاص، بدل ما اقعد احل السوليوشن هناك بالشكل البارتيكولر والكاركترستيك كان ممكن ان انا استخدم لابلاس على طول اطلع الناتج. وبكده احنا خلصنا، استخدمنا لابلاس في ان احنا نعرف نحل الايه المعادلات بتاعتنا. تمام، ممكن في مثال تاني، اذا عرفت ان الديريفاتيف زائد 2 في الاكس ناقص 2 واي تساوي 0. بس هي هنا انا عاكس، يعني ده كده المفروض يمثل بالنسبه لنا الديريفاتيف دي موجوده مع الواي مش مع الاكس، يعني هي دي الانيشال كونديشن اصلا الاساسيه، ناقص اكس زائد دي زائد 1 في الواي تساوي 2 اي اس تي. انا قرات دي بدل دي، دي الايكويشن بتاعتك ودي الانيشال كونديشن. يلا نشتغل على لابلاس. اقول له اول حاجه انا محتاج اجيب لابلاس لاكس، هسميها اكس اوف اس، لابلاس في واي ولابلاس في واي في 1 ولابلاس في واي في دي اللي هي الواي داش. يبقى لابلاس الواي واي اوف اس ولابلاس الواي داش اللي هي دي واي باس واي ناقص 1. ليش معنى ناقص 1؟ عشان هي ناقص واي داش. واي اوف 0، واي اوف 0 بكام؟ بواحد. تعويض مباشر، اعوض في المعادله دي، ولابلاس اي اس تي بواحد على اس ناقص 1. تعويض في المعادله، نقدر نجيب الواي كداله في مين؟ في الاكس، نجيب الواي داله في الاكس. يبقى في الحاله دي يطلع لنا ان اس زائد 2 في اكس اوف اس ناقص 2 واي اوف اس بتساوي 0، اللي هي بقى من المعادله اللي فاتت. بص كده، احنا دلوقتي عندنا في معادله هنا في اكس وفي معادله في الواي، اجمع الايه، نجمع المعادله الاولى، المعادله الاولى لوحدها والمعادله الثانيه لوحدها. فادي المعادله الاولى اهي وادي المعادله الثانيه. طب من المعادلتين دول هل ممكن ان احنا نفصل الاكس والواي؟ لما نفصلهم يطلع لنا فعلا ان الاكس هتساوي الكلام ده وادي الواي بتساوي الكلام التاني. يبقى احل معادلتين مع بعض، اطلع منهم الاكس لوحدها والواي لوحدها، بمجرد جبت الاكس والواي داله في الاس نقدر نحولهم للتي باستخدام اي فورمولا ثابته.
عن طريق طبعا ان انا ايه اعمل بارشال فراكشن واطلع كده. يبقى انا عندي اقدر احل المعادله بتاعتي اذا كانت المعادله فيرست اوردر فيرست ديجري، اقدر احلها بالطريقه اللي هي السيبرابل او الهوموجينيوس او اللينير. ادي اول جزء عندنا بالتطبيقات بتاعته. الجزء الثاني الهاير اوردر خدنا فيه السكند اوردر، وعرفنا في السكند اوردر ازاي ان احنا نقدر نحلها اذا كانت هوموجينيوس، يبقى هنخليها معادله من الدرجه الثانيه ونشوف الجذور بتاعتها، لو طلعت حقيقيه لو طلعت مكرره لو طلعت كومبلكس نشوفها. ممكن تبقى الهاير اوردر بتاعتنا هنا ديفرنشال ايكويشن جذورها الهاير اوردر عندنا الجذور بتاعتها تكون نون هوموجينيوس. في الحاله دي قلنا هنقسم الحل لجزئين هوموجينيوس ونون هوموجينيوس، هجيب الحل الهوموجينيوس والنون هوموجينيوس واجمعهم على بعض اللي هو الايه البارتيكولار والهوموجينيوس او الكاركترستيك واجمعهم على بعض. وفي شفنا تطبيقات ليها كمان. بقى النوع الثالث ان انا هستخدم لابلاس في ان انا احل الايكويشنز بتاعتي، وان انا احلها في التايم دوم في الاس دومين، وبعدين ارجعها تاني بالانفرس لابلاس في التايم دومين. وبكده شكرا جزيلا لك.